أنا كنت متواصل معهم طبعا لما كنت من سلطنة عمان، فتواصلت معهم جماعة هنا في العيادة واتفقنا على المواعيد. لما وصلت المطار هنا كان في الاستقبال في شخص انتظرنا وأخذنا من المطار وودونا للفندق، وطبعا قبل العملية خبرونا بالمطلوب، إن وش عمل وش ما أشرب وش ما اكل، واتفقنا على اليوم يعني يوم العمليه، وخبروني انه السائق بيجي ياخذني. فاجى السائق في الوقت المحدد، اخذنا السائق، جينا العياده، حصلنا الاخوان موجودين مترجمين والطاقم الطبي جاهز خلاص، فحتى عملت فحص الدم على طول. ومن بعد ذلك اجى الدكتور على طول وشاف وقرر وش بالضبط بيعمل في الشعر، وبدينا في إجراءات الزراعة، وعلى 1:30 انتهينا خلاص، خلص كل شيء، ومشكورين الجماعة كلهم يعني.